دكتور خليني مرجعش معاك في بعيد قوي. الملف اشتغلته ازاي عليه؟ هو كان اتقدم قبل كده 2013 2014 و 2017 اخيرا. الشغل كان ازاي؟ الحاجتين حضرتك اللي اشتغلتها او الملفين حضرتك اللي ملف اشتغلتها واحد تم بتطويره. او السنتين يعني. هو زي ما عم صبري اتكلم ومعاد اتكلم، هو كان اهميه الملف ان احنا عايزين في البدايه احنا خدنا اعتراف محلي ثم اعتراف عربي ثم اعتراف دولي بحضورنا في المحافل الدوليه والتعاونات والسفر المختلف للدول المختلفه، لكن الملف ده كان بيدي استحقاق لهذا الفن لانه هيعملوا حاله اشهار عالمي. الملف قدم من خلال الجمعيه المصريه للمأثورات الشعبيه برئاسه استاذنا الدكتور احمد مرسي، وانا بوجه له تحيه وشكر خاص لانه هو سافر مخصوص على نفقته الشخصيه لموريشيوس للدفاع عن الملف يعني. وبشكر الدكتوره نهله امام اللي كانت ممثل الرسمي في الوفد المصري. والملف كان عباره عن مجموعه من الاسئله، المجتمع الدولي والاستماره المطلوبه، مجموعه من الاسئله عن ماهيه الفن وما الجهود التي تمت قبل ذلك للحفاظ على هذا الفن. وكانت الجهود التي تمت قبل ذلك كلها الجهود اللي انا قمت بيها وفرقه ومضه قامت بيها على مدار 18 عام تقريبا يعني. انا اول ما فكره استعاده الارجوز جت في بالي تاكيدا على فكره استعاده النماذج الخاصه بينا عملت 45 عرض في الشارع منفرد، وكانت الرهان هل الناس لسه عندها استعداد لاستقبال لاستقبال هذا الفن ولا لا. وفاكر ان انا كنت بجيب موافقات من الجامعه عشان ما نعملش مشاكل في الشارع يعني، ان انا بعمل بحث ميداني كنت اول ما احط الاراجوز والناس تهتم عليه. فكان ده دليل من نكمل الناس لسه عايزاه تمام. فالاسئله اللي في الملف بتدور كلها حوالين الاراجوز، حوالين الجهود السابقه لحمايه هذا الفن وتطويره، حوالين ما قدمناه نحن لهذا الفن والرؤيه المستقبليه له المطروحه داخل الملف. عشان خليني اسالك يا دكتور، هل ده بيرتب على اذا كانت وزاره الثقافه او على الدوله المصريه ايا من هيئتها يعني اي التزامات لحمايه هذا الفن لحمايه الاراجوز؟ طبعا هو بيحط التزامات الدولة المصرية أمام المجتمع الدولي، لأن الأراجوز وضع على قائمة الصون العاجل لليونسكو، أي أنه في حاجة إلى ممارسات فعلية للحفاظ عليه كفن إنساني. ومن خلال ما قدمته من مشروع داخل الملف بعمل مدرسه تكسب هذا الفن لقطاع اكبر، ان احنا بالفعل اكسبنا مهارات لشباب منهم علي ابو زيد ومصطفى الصبار. انا عايز اسالك يا دكتور، هو فعلا اللي بيمتهنوا هذه المهنه قالوا يعني طبعا بقوا ناس يتعبدوا على الايد زي ما بيقولوا؟ هم يعني طبعا هم قالوا دلوقتي موجودين في السوق يعني اللي انا اعرفهم ما يزيدوش عن 10 تمام. وكمان يعني الظروف المحيطه بيهم بتحتاج ان احنا نعيد النظر اليهم مره اخرى. وزاره الثقافه في 2000 بعد اذنك يا دكتور، انا عايز اعرف ومضه انتوا عندكم كم لاعب وكم مساعد؟ معانا لاعبين شعبيين، عم صابر المصري وصابر شيكو، واربع مساعدين مصطفى الصبار، محمود سيد حنفي، علي ابو زيد، صلاح بهجت. هل القصص او المواضيع او الاغاني او المونولوجات اللي بيتم تقديمها بتتطور ولا هي القديمه؟ بص الرهان كان ازاي بقى؟ الرهان بالنسبه لي انا كيفيه اعاده تقديم هذا الفن مره اخرى. فكنت بكتب عمل مسرحي واخرجه تمام، بكتبه عمل بكتب نص عمل معاصر عمل طبيعي يعني نص ووظف نمره الاراجوز داخل سياقه. فكنت انت بتشوفي الاراجوز الفطري انت ما تحسيش ان ده فطري، تحس انه مكتوب له لانه ماشي مع السياق تمام، ماشي مع السياق، لكن هو الاراجوز الفطري. فرهاني انا الشخصي لاستعاده، هقول لك الكلمه، استعاده الكرامه لفنوننا الاصيله مره اخرى بان احنا نضعها في لغه مسرحيه جديدة تمام، بتعتمد على الأراجوز وخيال الظل والراوية ومفردات شعبية أخرى وتقديم عمل مسرحي. أظن إن إحنا نجحنا إن إحنا نقدم 36 عرض مسرحي من خلال فرقة ومضة
قدمناهم في 30 دولة بشراكات حتى ولغات مختلفة، يعني بالإيطالي بالأسباني بالإنجليزي بالصيني. هي عروض مسرحية جواها عروض أراجوز الفطري. الفطري قصدي حضرتك بالمونولوجات القديمة الشعبي اللي كنا بنسمع الأراجوز الشعبي الأغاني بتاعته. ما هو الشعبي ده اللي هو عندنا حتى الآن، وما جمعتهم أنا من 7 رواة شعبيين 19 نمرة لسه عايشين معانا حتى الآن، 19 نمرة أثبتتهم في كتاب الأراجوز المصري. 19 نمرة دي اللي كنا بنشوفها في الأفلام وال هي عرض الأراجوز اسمه نمرة. اه انا فاهمه، لا انا قصدي الاغاني او الـ 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 المونولوج او الـ الحوار اللي بيدار عرض الاراجوز. عروض الاراجوز ما عندهاش اغاني ثابته، الاغاني بتعتمد على المحفوظات المشتركه ما بينها وبين الجمهور عشان فكره التفاعل اللي الاستاذ علي اتكلم عنها. لكن عروض الاراجوز اللي بقيت حتى الان في ذاكره اللاعبين هم 19 نمره حتى الان، ممكن كان يبقى فيه اكتر من كده زمان، بس انا لما جبت 7 لاعبين وسجلت ما لديهم من معلومات كانوا 19 نمره، 19 نمره دول كنت بسعى من خلال الاعمال المسرحيه اللي كتبناها انهم يبقوا موجودين موجودين زي ما هم داخل الاعمال المسرحيه، وقادرين برضو ان احنا نقدمهم بشكل مستقل، لان انا مؤمن ان ده اول مسرح مصري عندنا، ده زي ما عم صابر علمنا ان هو اكبر مسرح واصغر مسرح، اصغر مسرح من حيث الامكانيات تمام، من حيث المساحه، واكبر مسرح من حيث امكانيات اللاعب ومساعده، لان اللاعب ومساعده بيأدوا 14 دور، انت عندك 14 عروسه مختلفه، عندك الامانه اللي عم صابر بيغير بيها صوته، دي اله موسيقيه بتعتمد على وتر واحد، يعني عم صابر بيحط في بقه الامانه الحديد دي تمام، آلة موسيقية بتعتمد على وتر واحد بيغير من خلاله صوته.